تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله في احتفال جرى في قصر الصغير هذا اليوم أوراق اعتماد 5 سفراء جدد لدى مملكة البحرين. وكان السفراء الجدد قد وصلوا إلى قصر الصغير حيث كان في استقبالهم رئيس المراسم الملكية، وجرت لهم المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبات. فقد وصل إلى قصر الصغير سعادة السيد جافيد ماليك سفير جمهورية باكستان الإسلامية. وتسلم جلالة الملك المفدى أيده الله أوراق اعتماد سفير جمهورية باكستان الإسلامية، وتبادل جلالته معه الكلمات الترحيبية بهذه المناسبة، مشيدا حفظه الله بالعلاقات الثنائية الطيبة الوثيقة القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان. كما وصل إلى قصر الصخير سعادة السفير جوزيف أنتوني توني سفير جمهورية إيرلندا. وتسلم جلالة الملك المفدى أيده الله أوراق اعتماد سفير جمهورية إيرلندا مشيدا حفظه الله بالعلاقات الثنائية الطيبة الوثيقة القائمة بين مملكة البحرين، متمنيا جلالته له كل التوفيق والنجاح في مهامه الدبلوماسية. ثم وصل إلى قصر الصخير سعادة السفير سامي شيبة سفير جمهورية ألبانيا. وتسلم جلالة الملك المفدى أيده الله أوراق اعتماد سفير جمهورية ألبانيا، وتبادل معه الكلمات الترحيبية بهذه المناسبة، متمنيا له كل التوفيق والنجاح في مهامه الدبلوماسية لتعزيز علاقات التعاون والصداقة مع البحرين. بعدها وصل إلى قصر الصغير سعادة السفير دينيس هورك سفير كندا.
وتسلم جلالة الملك المفدى أيده الله أوراق اعتماد السفير الكندي مشيدا حفظه الله بالعلاقات الثنائية الطيبة الوثيقة القائمة بين مملكة البحرين وكندا وما تشهده من تقدم متطور في كافة المجالات. ووصل إلى قصر الصخير سعادة السفير أندي ديتاي سفير مملكة بلجيكا. وتسلم جلالة الملك المفدى أيده الله أوراق اعتماد السفير البلجيكي وتبادل جلالته معه الكلمات الترحيبية حيث نقل السفراء إلى جلالة العاهل المفدى تحيات وتقدير رؤساء دولهم وتمنياتهم الطيبة لجلالته بموفور الصحة والسعادة ولمملكة البحرين وشعبها دوام التقدم والازدهار مشيدين بالعلاقات الثنائية الوطيدة التي تربط دولهم مع مملكة البحرين على مختلف الصعد. حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد سمو الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى ومعالي وزير الديوان الملكي ومعالي وزير الخارجية ومعالي وزير المتابعة بالديوان الملكي وسعادة رئيس المراسم الملكية.